إذا جيت دومة الجند البشتة والله برد. قال العقائمة هنا من آلاف السنين. مبنى تعتبره تحفة. لما تبني برج فأنت تغير خط سماء المدينة. عبر الزمن كانت البلدات والمدن انعكاس لنمط ساكنيها، لكن اليوم حنا نعيش بعصر الكل إنسان نمط حياة مختلف، وهذا له انعكاساته على العمارة الحديثة. حلقة جديدة عن العمارة في السعودية، تاريخها وحدثتها. هذه بيوتنا وهذه تصاميمنا، عمارة غارقة بالقدم وعنوانها الأصالة والإبداع والعملية، نشوفها في كل نواحي مملكتنا.